بغيتو تعرفوا شنو قال زهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. غادي نبداو بك يا برج الجوزاء اللي ممكن تجري الرياح اليوم كما كتمنى، وما غاديش تعرض وظيفتك ومصالحك للاخطار. تخلص نفسك من المساله على ماضيك، ما تنتظرش الافراط ساعات العمل الاضافيه الى الارهاق والتراجع في وضعك الصحي. وفي حياتك الخاصه هذا اليوم مهم بزاف وممكن يحمل لك نجاح باهر، شرط التعامل مع الشريك بهدوء وحكمه ومسؤوليه. وانت يا برج الثور، نظم اعمالك وراقب ارقامك وحساباتك وما تعولش على الحظ، وربما عليك الانسحاب او الانعزال للتفكير في بعض الأمور. حذاري انفعالات وتصرفات خاطئة مع الآخرين تسبب لك مشاكل صحية انت بغينا عنها. وعاطفيا كتكون جريء في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك مع الشريك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح. وندوزو دابا عند برج الحمل اللي كيحمل هذا اليوم المزيد من المفاجآت المتعاقبة اللي غادي تدفعك لإعادة النظر في بعض مشاريعك. وما تتوقفش من ممارسة الرياضة، كل الخير إلا إذا قمتي بها كما هو مطلوب منك. أما عاطفيا التعاون الجدي والمخلص والنابع من القلب مع الشريك كيتبت العلاقة بيناتكم وغتبان صورة أكثر وضوح من السابق. اليوم برج العذراء كيقول كتزاد رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، وكتقدم أفكار جديدة ومبتكرة غادي تنال إعجاب المسؤولين عنك وغادي منحوك ثقتهم الكبيرة. إلا كنتي عاجز على ممارسة أي نشاط رياضي، فخذ وقتك للاسترخاء باش تستنشق الهواء. وفي حياتك الخاصة خطوات إيجابية كتعزز وضعك العاطفي، كن مستعد للأيام المقبلة فهي غادي تكون أكثر إشراقا مما كتوقع. برج الأسد اليوم كيسلط الضوء على دور بعض الصداقات، وغادي تشهد الأيام المقبلة تغيرات في مراكز غادي يحتلها رؤساء لك وغتولى أنت مركز مهم. إلا حسنتي تقسيم وقتك كما يجب، فإنك غادي تلقى أمامك عدة ساعات فراغ الاهتمام بالشأن الرياضي. وفي حياتك العاطفية ممكن يصعب عليك مسيرة الأوضاع، لكن الأمر ضروري ما تديرش تغيرات. وانت يا برج السرطان، هاد اليوم ما توقعيش عقود وما تحسمش الامر، وحذر المتاعب والجدال مع بعض الزملاء اللي كينتظروا منك اي هفوه للانقضاض عليك. والاضطرابات الصحيه اللي ممكن تظهر فجاه لابد من اخذها على محمل الجد. وعاطفي لقاءات ونقاشات مثمره، وخصوصا لجهه تحديد مسار الامور مستقبليا وعلى نحو يضمن لك والشريك حقوقكم كامله. برج القوس اليوم غادي يطراو لك مفاجات كثيره وساره وما كنتيش متوقعها، غتزيدك اندفاع واقدام على تنفيذ الخطوات اللي انتها وكنتي بتدار الضوء الاخضر لبدء بها. وانت اليوم بحاجه اكثر من اي وقت مضى للراحه والاسترخاء، لان اعصابك متلفه. اما عاطفيا الغموض وكثره الاسرار ممكن يولدوا بعض الشك عند الشريك، وهذا يقدر يكون عنده انعكاسات سلبيه قريبه. اما انت يا برج العقرب، فكيمنحك هذا اليوم المزيد من الخيرات الكبيره والمفيده، وغادي تعزك قدراتك بحال حاله بعض الامور العالقه في المجال المهني. لكن ما ترهقش نفسك في ممارسه الرياضه، بل قم بما هو مطلوب منك فقط، لانك ممكن تؤدي نفسك وفي حياتك العاطفية. التواضع غادي يساعدك في بناء أساس متين من أجل مستقبل أفضل، كما أنه غادي يجعلك محط إعجاب الشريك وتقديره. والزهر اليوم كيقول برج الميزان غادي يحمل الوعود الكبيرة والأخبار الممتازة والظروف الاستثنائية اللي غادي تسهل عليك مهمتك، وغتكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك. ما تعلقش آمال كبيرة على الحمية فقط للتخلص من البدنة، بل لازم عليك ممارسة الرياضة أيضا. عاطفيا افتح قلبك للشريك وصارحه بكل ما كاين تابك من مشاعر وشكوك، فهو كيتفهم كل كلمة وكيدرك تماما حقيقة مشاعرك تجاهه. وانت يا برج الحوت، ممكن ما تكونش مرتاح البال، والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة اللي كترهقك. معدتك الحساسة كتحتم عليك الانتباه لنوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تتسبب لك مشكلات صحية في حياتك الخاصة. اليوم مناسبة لمشاركة الحبيب أحلامه، لعل رحلة أو مشروع غتقوموا به غيعزوا الروابط. وصلنا لك يا برج الدلو، عليك التحفظ وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات الحاسمة اليوم، وكون على اطلاع على الشروط اللي كتفرض عليك في العمل وناقشها مزيان. ما تاخذش القرار النهائي بشأن توقف عن ممارسة الرياضة فأنت الخاسر. أما عاطفيا كتشعب شخصية مميزة، لكنك كترتبك إزاء متغيرات ممكن تحصل فجأة في هذا الوقت. غنختموا بك يا برج الجدي، لفرص النجاح عالية جدا وغير متوقعة، وغتبع الحدود قوية بزاف الفوز بالمنصب اللي كنتي كتسعى ليه. جدد نشاطك وانطلق في رحله بحريه وبريه وفي سفر للسياحه والترفيه. وفي حياتك الخاصه لازم تعمل بجهد اكبر باش تنجح علاقتك بالشريك وتقضي معاه العمر كله. الى هنا كتنتهي ابراجنا لهذا اليوم، غادي نودعكم حتى نتلاقاو مع ابراج غدا. تبقاو على خير.